إذا مشاهدينا الكرام، كان هذا جانب من الفعاليات التي تتم الآن في المنصة في مدينة نصر وفي عدد أيضا من المناطق في محافظات جمهورية مصر العربية. وهذه التجمعات مشاهدينا الكرام نتابعها على الهواء مباشرة في إطار الاحتفاليات التي أو المشهد الذي تحول إلى مشهد احتفالي اليوم في عدد من المناطق على مستوى مصر أو على مستوى المحافظات المصرية. هذه الحشود الكثيرة وهذه التجمعات الكبيرة التي اجتمعت تحت رفع شعار لا للفوضى، والتي تحاول دعم ركائز استقرار الدولة المصرية، والتي تمثل أبلغ رد للتعبير على ما تحظى به القيادة المصرية وأيضا ما تتمتع به الدولة المصرية من عدم وجود أي روح من أو أي شكل من أشكال الفرقة أو محاولات بث الفتنة ووأد هذه الفتن في مهدها. هذا ما نتابعه على الهواء الآن، لافتات ترفع شعار لا للإرهاب لا للفوضى ونعم للاستقرار. إذن متابعتنا متواصلة معكم على مدار اليوم مشاهدينا الكرام لهذه الأجواء التي تشهدها مصر. عدد كبير من الحشود الذين نزلوا من مختلف أو تجمعوا من مختلف محافظات مصر جاءوا ليتحدثوا عن رؤيتهم وليتحدثوا عن كلمتهم في رغبتهم في دعم الاستقرار ومحاولة القضاء على أي محاولة لبث روح الفتنة والوقيعة ومحاولات البث والرغبة في ترويج روح الفوضى عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي أثبتت فشلها في أن تحشد أي من المصريين خلف هذه الجمل التي كان يتم الترويج على أنها واقع، لكن الواقع الفعلي هو ما نراه الآن من محاولات لتأييد ودعم الدولة المصرية ودعم ركائز استقرارها. هذا جانب من هذه الحشود المتواجدة الآن. وتابعنا على مدار اليوم عدد كبير من التعليقات من بعض المواطنين المتواجدين من مختلف محافظات مصر ممن قرروا القدوم إلى القاهرة للتعبير عن رأيهم. ونتابع معكم أو نتوجه الآن إلى ميدان التحرير لمعرفة ومتابعة المشهد هناك. انضم إلينا من هناك الزميل رمضان المطعني. رمضان، بعد التحية صف لنا الأجواء لديك الآن. نعم، نحن الآن متواجدون بميدان التحرير وتبدو الصورة في المنصة آلاف المصريين، لكن المشهد هنا في ميدان التحرير الصورة مغايرة تماما. الميدان منذ ساعات الصباح الأولى وحتى هذه اللحظات تسود حالة من الاستقرار والهدوء على كافة مداخل واتجاهات ميدان التحرير. لا توجد أي صورة غير طبيعية حتى هذه اللحظات، ويعني الحالة المرورية فيما يحيط ميدان التحرير تتسم بالسيولة وحالة مرورية طبيعية. بعض المواطنين يعني يمرون من خلال ميدان التحرير أيضا بصورة طبيعية. لو انتقلنا إلى المشهد الآخر وهو بجانب ميدان التحرير وهو طريق الكورنيش في الاتجاهين، أيضا يسير بصورة طبيعية ولا يوجد ما يعكر صفو هذه الحركة الطبيعية للمرور. أيضا لو تجولنا إلى كوبري أكتوبر، كوبري 6 أكتوبر، أيضا الحالة المرورية تسير بشكل طبيعي. أيضا المواطنون يتعاملون على يعني أشراف ميدان التحرير وميدان عبد المنعم رياض حتى هذه اللحظة ومنذ ساعات الصباح الباكر، ما زالت الصورة ثابتة كما هي من خلال استقلال الحافلات الخاصة بهم. يمكن هذا المشهد هنا في ميدان التحرير يدل على أن وعي الشعب المصري الذي رفض الترويج للقنوات المعادية لمصر التي تبث من خارج مصر وأثبت أنه خلف القيادة السياسية لشعب مصر وأنه يريد الاستقرار والهدوء واستكمال الإنجازات والتنمية التي بدأها رئيس عبد الفتاح السيسي. هنا الكلمة والصورة تشهد على أن الميدان خالي تماما من أي صورة غير طبيعية حتى هذه اللحظة. أيضا في يعني مرمى الكاميرا نستطيع أن نشاهد كوبري قصر النيل خالي تماما من
أي صورة غير طبيعية سوى بعض السيارات القليلة التي تعبر كوبري قصر النيل. هذا المشهد بحكم طبيعة اليوم وهو إجازة رسمية يوم الجمعة. حتى هذه اللحظات يعني المشهد يسود حالة من الاستقرار والهدوء حتى هذه اللحظة بميدان التحرير. إلى الزملاء بالاستوديو. زميل رمضان المطعني شكرا جزيلا على هذه المتابعة. بالتأكيد ستبقى معنا لمتابعة المزيد من التطورات أولا بأول على شاشة النيل الأخبار. ومشاهدينا الكرام في إطار تغطياتنا يسعدنا أن نرحب بالأستاذ عصام شيحة المحامي والمحلل السياسي. أهلا بحضرتك أستاذ عصام. حضرتك سمعت معنا زميلنا رمضان المطعني من قلب ميدان التحرير وترى الآن معنا أيضا هذه الحشود المجتمعة في مدينة نصر، ويمكن ربما على مدار اليوم كان فيه حشود من مختلف المناطق، ربما في الأسكندرية صباحا كان فيه هناك بعض التجمعات ولكنها انصرفت وعادت لحياتها الطبيعية. تعليق حضرتك على ما ترى اليوم. شوفي أنا متصور أنه الدولة المصرية ليست في حاجة إلى تظاهرات. الدولة المصرية في حاجة إلى عمل جدي موضوعي من كل مواطن بيعشق تراب هذا الوطن. فكرة التظاهرات احنا مدركين انه غالبية الشعب المصري بتساند الدولة المصرية، بتدعم الرئيس المصري، بتدعم التنمية، بتدعم الاستقرار. المصريين اكتسبوا خبرات ومهارات شديدة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، أدركوا من خلالها انه العمل والبناء هو الباقي، ان الاستقرار والأمن هما ما يسعوا إليه. أتفهم ان البعض راغب في الاحتفاء، أتفهم ان البعض راغب في إظهار محبته وتقديره للرئيس، لكن انا فكرة التظاهرات نفسها انا أتصور ان اللي حابب الوطن يتظاهر في مكان عمل، والتظاهر اللي مقصود هنا هو ان ينتج، انه يشتغل. لكن لو الدوله في حاجه الى تظاهرات فعليه اقدر اقول لك ان الشعب المصري كله في غالبيته يعني يدعم ويساند الدوله المصريه اذا طلبت منه الخروج. احنا شفنا قبل كده لما الدوله طلبت، لما الرئيس طلب خرج 33 مليون مصري. وده اللي قاله النهارده سياده الرئيس اول ما رجع من نيويورك، قال ان لو طلبت زي تفويض 3-7 انا عارف ان اللي هيخرج بالملايين. ده صحيح، لانه المصريين مدركين امتى الدوله بتحتاج الدعم والمساند. رساله الرئيس كان الهدف منها هو زياده الطمانينه. المصريين مطمئنين طالما في جيش احترافي وطالما في شرطه اعادت ترتيب نفسها بشكل احترافي وبشكل علمي وبشكل موضوعي في التعامل مع المواطنين. انا اعتقد ان مصر تسير في الطريق السليم. انا ما يشغلني في الوقت الراهن حقيقه هو القصف الاعلامي غير المبرر على الدوله المصريه. في قصف اعلامي شديد، يعني للأسف احنا أهملنا في مرحلة من المراحل. صحيح أنا شاعر أن الإعلام المصري بيستعيد رونقه في الأسابيع الأخيرة، في يبدو وأن الدولة المصرية تمتلك رؤية وتمتلك استراتيجية للتعامل مع مثل هذه الشائعات، لكن احنا كمان محتاجين كلنا أن احنا نشتغل، وبالذات أن احنا ننتبه لأولادنا الصغار، يعني الشباب الصغير اللي بيقع فريسة للسوشيال ميديا. احنا علينا ان احنا ندعمه ونسنده ونوعيه، ودي مهمة مصر كلها، وفي القلب منها مهمة الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والجامعات والمدارس والكنيسة والمسجد. احنا محتاجين ثورة للتوعية، لانه احنا شاعرين ان هناك هجوم على الدولة المصرية الهدف منه هو تفتيت البنيان وتماسك الدولة المصرية المساندة اللي هي بتدهش العالم كله، هذا الترابط الوثيق والتماسك الشديد بين الجيش وبين الشعب المصري، بين المسلمين وما بين دعنا سيد عصام نقف عند هذه النقطة اللي ذكرتها، وهي فكرة ان القصف الاعلامي ومحاولة النيل من الدولة المصرية، ودايما بيدوروا على الركائز الاساسية اللحمة بين المسلمين والمسيحيين فيعملوا فتنة طائفية، ومؤخرا بدأوا يبثوا أو يحاولوا يثيروا شائعات بين الجيش وبين الشعب المصري ومحاولة الفتنة والوقيعة وتصدي الشعب المصري لده. لأي مدى شايف أن الشعب المصري دايما بيقف في مثل هذه المواقف؟ يعني ببساطة كده مش بيخيل عليه الكلام ده؟ يعني شوفي الشعب المصري اكتسب مهارات كبيرة في العشر سنوات الأخيرة. احنا تعرضنا لثورتين، تعرضنا لخلخلة في أقوى وأكبر دولة في المنطقة. مصر بنت نفسها حديثا من 1805 في عهد محمد علي إلى اليوم. الركيزة الأساسية كان في بناء الشعب المصري هو الجيش المصري، وكلنا يعني التفينا حول الجيش المصري.
القصف من تركيا ومن قطر صح الوعي لدى المصريين، صح الانتماء مره اخرى، واصبحوا المصريين كلهم جنود. يعني انت لما تتعاملي مع المصريين في غالبيتهم تحس ان كل منهم جندي وضابط في الجيش، جندي وضابط في الشرطه بيدافع عنه. لكن احنا كمان محتاجين طول الوقت ان احنا التوعيه، لانه يعني طرق الحرب الجديده مختلفه. صحيح. سبل الوصول الى ابنائنا اصبحت يسيره. انشغلنا في بعض الاحيان بالبناء خلانا لا نحتاط لما يحدث في هل ده ممكن يؤثر على الراي العام بين الشباب الصغير تحديدا اللي ممكن فعلا يتاثر، او يعني الشباب بيقلد بعضه لما يلاقي زمايله بيتكلموا في حاجه بشكل معين فممكن يقول لك اه طب ما نعمل اه ما عندهم حق. شوفي خلينا نعالج المشكله بشكل موضوعي. لا عندنا جاب، عندنا ثغره في التعامل مع الجيل الجديد. احنا محتاجين نخاطب الجيل الجديد خطاب موضوعي، خطاب يتناسب مع فكره، مع رؤيته، مع الثوره التكنولوجيه الكبيره. انت عارفه احنا المصريين في الريف يقول لك لما اذا كبر ابنك خويه، يعني تعامل معاك اخ ويبقى عندك سعه صدر وطوله بال انك تدير معاه حوار. الحوار ده يأتي من خلال الإعلام، يأتي من خلال الجامعات، يأتي من خلال الأحزاب السياسية، النقابات المهنية والعمالية. يعني ما نسيبش شبابنا فريسة وبعدين نقول إن هو أخطأ. علينا إن احنا نحصنه. احنا في بعض الأحيان بندي للولاد تطعيم من التطعيم يمكن ما يبقاش مريض، لكن احنا بنطعمه للي ممكن يحصل في المستقبل. احنا محتاجين نطعم اولادنا. ازاي ممكن نعمل ده؟ شوفي ده نعمله من اول البيت، ما نتركش اولادنا فريسه للسوشيال ميديا. احنا انشغلنا كلنا باعمالنا، الاب بيشتغل والام بتشتغل تحت ضغوط معيشيه واقتصاديه صعبه جدا، بنترك اولادنا فريسه للسوشيال ميديا. فلازم نحتاط لده. نمره 2 ان احنا كمان يجب ان يكون اعلامنا يمتلك رؤيه واستراتيجيه للرد على الشائعات وضحضها من بدايتها وتحصين اولادنا. ده معناها بالضروره انه نسمح بالراي والراي الاخر طالما بننطلق كلنا من ارضيه وطنيه. لانه احنا لما نغلق الاعلام ونغلق الأحزاب السياسية ونغلق العمل السياسي في الجامعات، إحنا بنترك أولادنا فريسة لنوافذ أخرى. ما يحدث في مصر في الوقت الراهن هو أن إحنا بنعيد فتح الأبواب مرة أخرى. ده معناها أن البيت يهتم، المسجد يهتم، الكنيسة تهتم، لأنك أنت عايزة نذكر أولادنا دايما بالانتماء لهذا الوطن، بقيمة الوطن. أولادنا الجداد ما شافوش الأحداث اللي تمت في 2011، مش مدركين ما حدث في ليبيا وما حدث في العراق وما حدث في سوريا. مهمتنا التذكرة مش بغرض المعايرة، بغرض لفت النظر، لان هم طول الوقت يقول لك انت بتذكرني. يعني هي دروس مستفاده بالمناسبه، يعني اشكرك. هي دروس مستفاده، علينا ان احنا نحطها في طرق بسيطه توصل لهم ببساطه، لانه هذا الجيل هو جيل الرساله، جيل المسج البسيطه، مش المقاله، مش حيرة المقاله. احنا كمان محتاجين نشتبك معاهم على السوشيال ميديا. فلما يكون هم متجهين اتجاه خاطئ، احنا نصحح هذا الاتجاه ببساطه، ويكون عندنا مثابره لإدارة الحوار، خاصة وإن هم بيستخدموا كلمات صعبة، بيستخدموا ألفاظ صعبة، محتاجة مننا في بعض الأحيان نوع من المثابرة عشان نصحح المفاهيم الخطأ اللي موجودة عندهم، ولا نتركهم فريسة. لأنه إحنا شاعرين أن هناك تربص بالدولة المصرية، حرب بالوكالة. صحيح. ضد الدولة المصرية. أنت ما فيش مبرر أبدا لما تقوم به قطر وتركيا تجاه الدولة المصرية، المنصات بصفة مستمرة تجاه لم يحدث في التاريخ أن ده. وده يجرنا أن احنا آن الأوان أن احنا نطلب من المجتمع الدولي وفي القلب منه الأمم المتحدة محاسبة هذه الدول اللي بتحفز الإرهابيين، انها بتبرر العمليات الارهابيه، بتمول الارهابيين، بتجد لهم ملجا وملاس. كل ده مخالف للمواثيق الدوليه. طالما وصلنا للنقطه دي ومهم جدا ان احنا يعني الحديث اخذ الجانب ده، نتكلم يعني عايزه حضرتك نبص للمشهد بشكل عام واكبر، نبص للخريطه الجغرافيه للعالم ككل وقوه التاثير وتحركاتها في نفس التوقيت. يعني لسنا بمعزل عما يحدث في المملكه العربيه السعوديه من استهداف للنفط،
لسنا بمعزل عن دخول قوات أمريكية، لسنا بمعزل عن زي ما حضرتك ذكرت تركيا ودورها، ودايما بنشوف الجيش الوطني الليبي لما بيعلن عن الطائرات المسيرة التركية والقبض على عدد من القوات المرتزقة اللي بتكون بتعمل عن طريق تركيا أو تم تيسير دخولها عن طريق تركيا، وسلاح ممول من قطر. إذا المشهد ككل بيؤكد أن الهدف أكبر بكتير جدا من مجرد أن هم ينزلوا مظاهرة لإثارة فوضى بسيطة، هم بيحاولوا أن هم فعلا يسقطوا دولة ويسقطوا كيان متكامل. شوفي، الدولة المصرية مدركة لطبيعة المؤامرة حواليها، يعني لا جدال. ومصر أزمتها الحقيقية أنها فلتت مما أعد لها في 2011 الى اليوم، لانه كان في استهداف. طبعا كان في استهداف للمنطقه كلها، حققوا مكاسب وانتصارات في بعض الدول، وشفنا نتيجه هذا الانكسار اللي حصل في العراق، اللي حصل في ليبيا، اللي حصل في سوريا، اللي حصل في اليمن. يعني دمروا دول كانت يعني عماد المنطقه العربيه. النهارده عنيهم واطمعهم في الجزء الاقتصادي. الاقتصادي احنا شفنا انه المملكه العربيه السعوديه مستهدفه، وشفنا ان زي يعني دخل على الخط الامارات والسعوديه في مواجهه الحوثيين في اليمن، وشفنا كيف تتخلت ايران بشكل كبير في هذه المعركه. كل ده بيقول ان الثروات العربيه مستهدفه، وعشان تضمن تسيطري على الثروات العربيه لازم تكسري الدوله الام القاطره اللي يعني، لان انت احنا طول الوقت نقول ان امننا القومي يمتد للخليج، امننا القومي يمتد الى منابع النيل. احنا مدركين، يعني الدوله المصريه مدركه ما يحدث في السعوديه هو محاوله للفت الانظار في مصر، لان مصر بتقول طول الوقت انها امن الخليج، جزء لا يتجزأ امن الخليج. هو بيسعى طول الوقت انه يدخل الجيش المصري في معركه، يعني بيستدرجك الى معركه، وانت مدركه تماما ان هذا استدراج. احنا نقدر نحدد الوقت والتوقيت اللي نخش فيه، فلما يقفل عليك الميه وهو يعلم تماما ان حصه مصر ال 55 مليار متر مكعب، ان مصر لا تستطيع في ظل 105 مليون انها تتنازل عن قطره ماء، مساله حياه او موت بالنسبه لنا. لكن هو عارف كمان انه احنا لما تغلق كل الابواب قدام مننا مفيش سبيل غير الحرب. لكن هو لا يدرك ان الدوله المصريه دوله اكثر اتزانا واكثر موضوعيه واكثر احتراما للمواثيق الدوليه، ومصر تستنفذ كل الطرق قبل ما تلجا لهذا السيناريو، لانه السيناريو مطروح. لما بيحتكوا بالسعوديه وانت بتقول ان امنك القومي يمتد للسعوديه، هو عايز يجر الجيش المصري. وشفنا ان ازاي مصر ادارت حوار جدي عندما طلب منها انها تروح اليمن، يعني لانه المصريين لديهم تراكم خبرات. صحيح احنا مدركين وبنحاول ان احنا ندعم الدول العربيه، بنحاول احنا بنقف في مع الجيش الوطني في ليبيا، بنحاول ان احنا نحل الازمه في ليبيا بالطرق السلميه، في سوريا بالطرق السلميه. الرئيس من على منبر الامم المتحده طرح حل سلمي في اليمن. مصر دوله مدركه لدورها. ازمه مصر الحقيقيه هي ان مصر استعادت دورها بعد 2011. احنا في 30 سنه الاخيره غبنا عن دورنا في المحيط الاقليمي. مصر وهي بتسترد دورها دلوقتي بتنتزع مساحات من الدول اللي كانت تغولت على حساب الدور المصري. تعارض المصالح دوت بيخلي هذه الدول تشارك بشكل او باخر ضد الدوله المصريه. مش عايزين ننسى ده كله بقى الجماعه الارهابيه. وهي الجماعه الارهابيه هي اداه من ادوات الاستعمار الدولي، هي أداة للتدخل في الشؤون الداخلية المصرية. يستخدمها الأتراك كأداة ليهم، وهم يستخدموا الأتراك كأداة ليهم. يعني الأداة متبادلة، لكن شعوبهم أنا الأوان أنه الشعب التركي يسائل أردوغان عن تدخلاته وعن رعايته للإرهاب وعن حلمه الوهمي اللي هيؤدي إلى تدمير دولته. أنا الأوان أنه الشعب القطري يسائل أمير قطر عن الأموال هذا الشعب المهدرة في دعم الإرهابيين. كل ده بيجعل فيه غيرة شديدة من الدور اللي بتقوم به الدولة المصرية. أنت شوفي الدولة المصرية وهي في الأمم المتحدة وهي تعلن عن تمسكها بالسلم والأمن الدوليين، إنها بتهتم بالمشاكل الدولية والمشاكل الإقليمية، مش بس مشاكلها، إنها تهتم بإفريقيا والمنطقة العربية، دولة فاعلة في إقليمها. كل ده بيجعل الدولة محل قصف من بعض الدول اللي هي
في مصالح متضاربه ما بينها. احنا شفنا غاز غاز المتوسط وازاي كانت بالنسبه لهم بس مصر كانت سباقه لما عملت اتفاق مع قبرص ومع ومع اليونان اغلقت الباب لما اشترت الفرقاطه ودعمت الجيش المصري. كل ده بيأكد ان سيد رسالة مصر رسالة بخطوات ثابته على كافه المستويات. يعني دائما ما نتحدث عن هذا الامر اننا نعمل على مجالات في مسارات متوازيه على صعيد التنميه الاقتصاديه الداخليه على صعيد مصر مستمره في عمليات التنميه وعمليات البناء وعمليات الاستقرار وده بيقلق اعداء الوطن. والتقارير الدوليه اللي بتيجي من الغرب نفسه بان مصر معدل التنميه عندها زاد 6.5 اعتقد ومتوقع بوصول 2020 يكون 8.6. عايز اشكرك لان لغه الارقام ما بتكذبش. احنا في 2011 شوف احنا حجم التراجع الكبير اللي التراجع كان شكله ايه. النهارده عندنا 45 مليار موجودين احتياطي. يعني كنا بنتكلم في 11 مليار احنا عندنا 45 مليار احتياطي. دي لغه لا تعرف الكذب. يعني لغه الارقام لا تعرف الكذب. الارقام في مصر انت شوفي المناطق اللي تم بنائها, شوفي عدد المشروعات اللي تم افتتاحها, الطرق والكباري اللي تم. انت اشتغلتي في البنيه التحتيه فبعتي رساله للمستثمرين حول العالم انك انت عندك بنيه تحتيه وعندك مشروعات وعندك قوانين بتحفز الاستثمار ففتحتي ابواب. ده معناها ان في استقرار. ما فيش استثمار بدون استقرار. صحيح. فهو من حين لاخر يحاول يربك المشهد. للاسف الشديد ان بعض النفوس الضعيفه او اللي تابعين للجماعه الارهابيه بيستجيبوا لبعض المطالب دي يعني الهدف منها هو الحلحله, خلخله الترابط اللي موجود. لكن هم مدركين ان الدوله المصريه عصيه على الانكسار وعصيه على الوقوع. لكن هو يشغلك بتظاهرات من حين لاخر, يعيد اجواء الاحباط, يعيد اجواء القلق. لكن لحسن الحظ ان الشعب المصري قادر على التصدي لمثل هذه الأمور. بالحديث عن أجواء الإحباط كما حضرتك ذكرت, ويمكن لو بنحلل بقى المشهد الإعلامي كيعني بعض بحكم شغلنا في المهنة دي أن دايما القنوات والمنابر اللي بتقوم بالتأكيد على أو بتمسك نغمة واحدة إعلامية بتفضل تكرر هذه النغمة علشان تلعب على وتر التصديق. ما بتبدأش من حيث انتهى الآخرون. يعني ما بتجيش تقول تعدل من رسالتها الإعلامية وتقول ده في مثلا مظاهرات تأييد. لا, ممكن تحول المشهد تماما ان ده نوع من انواع المواربه, نوع من انواع اخفاء ما يحدث بالفعل على ارض الواقع, وتغير يعني تتمسك بهذه النغمه عشان تصدر دايما روح الاحباط ويعني تكرار الكذب في هذه القنوات وهذه المنابر. ده بيؤدي في النهايه الى ان البعض ممكن يصدقهم. بتكلم هنا عن الراي العام الدولي. انا بتفق معاكي. خليني اقول لك انه في علوم الاعلان نفسها ان يقول لك التكرار والإلحاح. هم بيستخدموا سياسة التكرار بالزبط. والإلحاح بصفة 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 مستمرة. وكأن القنوات دي خلقت خصيصا انها تستهدف المشهد المصري. يعني لكأن هم ما وراهمش حاجه, ما وراهمش حاجه. أيوة, ده صحيح. يعني طب المليارات اللي بيصرفوها دي احنا كمان علينا ان احنا نفتح قنواتنا ونفتح اعلامنا عشان نصحح المفاهيم دي اول باول. احنا مش عايزين نشتغل بسياسه رد الفعل. أنا أأمل أن يكون لدينا رؤية ولدينا استراتيجية نشتغل عليها طول الوقت. وإحنا عندنا خبرات متراكمة ضخمة جدا. إحنا عندنا جهاز إعلامي كبير, صاحب خبرة كبيرة. أغلب القنوات دي كانت شغالة على الإعلاميين المصريين. فعلينا أن إحنا نستعين بهذه الخبرات ونمكنها مرة أخرى من معالجة الأزمة. مش انتظار أن هم يزيعوا خبر أو يزيعوا شائعة فإحنا نشتغل بسياسة رد الفعل. مصر أكبر من أنها تشتغل بسياسة رد الفعل. وده اللي أنا ملاحظه في الإعلام في الأسابيع الأخيرة. طيب سيد عصام, اسمح لنا نروح لزميلنا هشام حامد من المنصة. هشام, مكملين معاك في هذه التغطية المباشرة على شاشة النيل للأخبار منذ الصباح. وكما تحدثنا سابقا أن الاحتفالية بدأت حتى في التوقيت مبكر قبل أن الموعد المحدد ليها عصر اليوم. المزيد من الحشود أعتقد أنها وصلت إليك هشام. صف لنا ما ترصده الآن. نعم, يعني الأعداد هنا لا حصر لها, يعني ورغم أنه لا موطئ لقدم في شارع النصر أمام المنصة, لكن
ما زالت الأعداد تتزايد، وهناك حشود ما زالت قادمة من محافظات من محافظة القاهرة. يعني أنا تحدثت مع العديد والعديد من المواطنين هناك، يعني طبعا يعني جميع المشاركين أتوا من جميع محافظات الجمهورية تحت شعار لا للفوضى ودعم الدولة ودعم الاستقرار والبناء والتنمية ودعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني نستطيع القول أن الشعب المصري في هذه الوقفة والمشاركة في هذه الفعالية نجح في وقت المؤامرة في مهدها، ونجح في التصدي لأي حملة أو أي مؤامرة من الأعداء. يعني هناك يعني تفاعل رهيب جدا من المشاركين مع الأغاني الوطنية الموجودة هنا في المنصة، ويعني هناك بعد قليل ستكون هناك حفلة فنية كبيرة. يعني ما زالت أيضا الأعداء تزداد، يعني أنا أرى بعض المواطنين يعني كما ذكرت في مداخلات سابقة يعني لابد من التواجد في المنصة سيرا على الأقدام نظرا للازدحام والإجراءات المشددة، وبالتالي يعني هناك أعداد كبيرة ما زالت تتوافد على منطقة المنصة في شارع النصر بمحافظة القاهرة، ويعني نجاح باهر للشعب المصري في القضاء على المؤامرة والحملة الشرسة من أهل الشر. هشام، يعني بنرى المشهد معاك في أعمار متفاوتة، يعني في أطفال حتى صغار، في شباب، في كبار، سيدات، يعني في أعمار مختلفة، كل الأعمار وكل الفئات وكل المحافظات، يعني كل شيء موجود هنا في هذه الفعالية. شباب حتى الأطفال، هناك عائلات، هناك أسر، هناك نساء، هناك يعني حتى يعني لو دخلنا داخل النوع الواحد هناك طبقات مختلفة، لا يعني أغنياء، فقراء، طبقة متوسطة، الكل يشارك، لأن الكل عندما تتعرض الدولة لخطر لابد أن يقف الجميع خلف الدولة. المشهد بيذكرنا بأحداث يوم التفويض، وأيضا يوم 30/6، الفئات مختلفة، النزول بشكل لا يعني غير منتمي لحزب معين، يعني النزول بشكل تلقائي، الرغبة الأكبر. يعني هل لك أن تطلعنا بالأحاديث هشام الجانبية التي تسمعها دائما؟ ما يعني نستمتع كصحفيين بالاستماع لهذه الأحاديث الجانبية، لأنها بيكون لها مدلول أعمق وأقوى وتأثير أقوى وأصدق. يعني أنا تحدثت مع العديد من المواطنين سواء في المداخلات أو سواء في يعني المتابعة الصحفية هنا، يعني الجميع يؤكد أنهم لا يخشون من الأعداء طالما الجميع متوحد خلف الدولة وخلف القيادة السياسية. أيضا هم يؤكدون أنهم أتوا إلى هنا دعما للدولة ورفضا للفوضى ودعما للاستقرار والبناء والتنمية. يعني أنا ذكرت سابقا أنا يعني سمعت مواطنة بسيطة يعني تتحدث عن ضرورة يعني نسيان كل شيء والوقوف الآن خلف الدولة حتى مهما كانت الصعوبات، مهما كانت يعني صعوبات الحياة، مهما كان أي شيء، لابد من دعم الدولة في هذه الفترة. صحيح هشام، يعني على ذكر هذا الأمر، يعني نعلم جميعا أن كانت هناك العديد من الصعوبات الاقتصادية اللي مر بها المواطن المصري، وأن في بعض الشكاوى بين المواطنين حول ارتفاع الأسعار، وبالتأكيد يعني كل بناء بيصاحبه بعض المشكلات والأزمات، وهناك حلول ومقترحات برأي المتواجدين لديك ممن يعلمون بوجود هذه المشاكل. إلى أي مدى يرون أن الدعوات للتظاهر المناهضة يمكن أن تكون حل؟ يعني هل ممكن يتفقوا مع هذا الأمر؟ بعض المواطنين يعني مثلا من كبار السن قالوا أنهم مروا بظروف أصعب من ذلك خلال الحروب التي قادتها مصر، ولكن الوقوف خلف الدولة يجب أي شيء، يجب الصعوبات الاقتصادية، يجب أي شيء. حتى هناك عدد من الشباب قالوا أن انهيار الدولة لا قدر الله طبعا يعني لا يضاهي اي شيء، لا الصعوبات الاقتصاديه ولا حتى اي شيء اخر، وبالتالي الوقوف خلف الدوله هو واجب وطني، خاصه اننا في منطقه يعني ملتهبه جدا بالاحداث وانهيار عدد من الدول. صحيح. وكما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في السابق، يعني الدوله اللي بتقع ما بترجعش، فيعني الحفاظ على الدوله وتماسكها واستقرارها هو الهدف الأساسي لجميع المشاركين. نعم، جزيل. وبالمناسبة يعني هذه الأعداد الغفيرة والحشود الرهيبة
جاءت رغم ان هناك العديد من المؤيدين حتى للرئيس عبد الفتاح السيسي يعني كانوا بالامس مؤيدين للنزول باعتبار انه هذا ينهك القوات الشرطه صحيح. وانه يجب يعني فما بالنا لو كل باقي المؤيدين شاركوا يعني كان ده مشهد فكرنا بالضبط في جمعة التصويت 26/7 ومشهد 3/7/2013 ومشهد 30 يونيو 2013. جزيل الشكر لزميلنا هشام حامد من المنصة مباشرة، شكرا لرصدك للأحداث ومتابعتك معنا على مدار اليوم. أعود لضيفي الكريم السيد عصام شيح المحلل المحامي والمحلل السياسي. سيد عصام، يعني ما نراه الآن وأنت استمعت لزميلنا هشام، يعني فكرة ونقف عند نقطة يعني بديهية جدا، اللي بيطالبوا بنزول المظاهرات ما هماش يعني بيحبونا للدرجة علشان خاطر يعني ما هماش يعني مش متضايقين قوي عشان مصلحتنا المباشرة، هم يعني بيبثوا السم في العسل زي ما بيقولوا، يعني بياخدوا ممكن مشكلة حقيقية وموجودة ويحاولوا ان هم يعظموها وكأنهم هم دول احبابنا. يعني شوفي، حفظ الله مصر، القنوات ديت وفي القلب منها الجزيرة مصابين بفيروس الخيانة. يعني الهدف هو هدم الدولة المصرية، هو الوقيعة بين المصريين وما بين مؤسسات الدولة. تلحظ ان الناس البسيطة تتفهم الظروف الاقتصادية الصعبة اللي بنمر بيها، ولكم مع ذلك احنا يهمنا البنيان اللي بيحمينا في النهاية، يهمنا الاستقرار، يهمنا الأمان. المصري لا تقيدي بأي شيء في مقابل الاستقرار والأمان، لأن هو جرب الفوضى. اسمح لي أستاذ عصام، أنا سمعتها من حد يعني سيدة بسيطة لها كل الاحترام، قالت لي كفاية إن إحنا عايشين في دولة يا بنتي. قالت لي بصي حوالين منك، ده كفاية إن إحنا عايشين في دولة. هي بسيطة. أيوة، بس هي كلمات لها معنى، كلمات إن الأم أو الأب في البيت يبقى مطمئن إن الأولاد لما ينزلوا في الشارع في جيش بيحميهم وفي شرطة بتحميهم وإنهم هيعودوا بسلام. ما يسعى للفوضى هم أعداء هذا الوطن. المدهش في الأمر أنك تلاقي التجمعات دي بتتضمن الشباب اللي هم بيوجه إليهم سهام النقد، بتلاقي الأطفال الصغيرة، بتلاقي الأمهات. وخليني هنا دايما نتذكر دور المرأة المصرية، لأن كان دورها حاسم من 2011 صحيح. إلى اليوم في استقرار الوطن، في تحفيز أبنائها على الدفاع عن الوطن، في زرع الانتماء فيهم، في أنها تستحمل حتى الظروف الاقتصادية، لأن هي في النهاية إحنا بنرمي عليها الأعباء كلها في البيت. هي عماد البيت، فهي هي اللي بتتحمل ده صحيح. فهي اللي بتتحمل ده، وبتدرك أن دي مرحلة استثنائية في عمر الوطن، لأنه في نفس الوقت ده هي شايفة أن في بناء بيتم، وان في رغبه لانتصار الدوله ولاستعاده الدوله لرونقها. وده خلي بالك ده تم في وقت قصير بالقياس بدول اخرى. ما احنا شفنا الدول اللي تعرضت حتى هذه اللحظه هي منكفئه على مشاكلها ومش قادره تخرج منها. في الوقت اللي استطاعت مصر بدعم الشعب وبمسانده الشعب ودعمه لمؤسساته انه ينتصر على هذه الحفنه. لكن خليني اقول لك ان المعركه دي مش هتنتهي. يعني احنا حماسنا النهارده انا مش عايزه يفطر، ده حماس هيبقى مستمر لانه المعركه مستمره. هم في هدف عندهم لتقسيم الدوله المصريه، لتصدير مشهد معين، الاحباط. فاحنا كمان نحتاط لانه هم لديهم رغبه شديده ان هو يزرعوا فينا الاحباط. واحنا بالامانه مصر والمصريين لا يمتلكوا رفاهية الانكسار أو رفاهية الهزيمة أو رفاهية الفشل. ده مشوار لازم يكمل. هيكمل إن شاء الله طبعا. القارئ الجيد للتاريخ المصري يعرف أن المصريين في وقت الشدة كلهم بيقفوا ورا الدولة. شفنا ده في 48 وشفناه في 56 وشفناه في 67 وشفناه في 73. يعني المصريين يدركوا انه من غير الامان ومن غير الاستقرار مفيش حياة. فما بالك بقى طول الوقت هم شايفين امثله لدول قريبه مننا ماذا يحدث. وبعدين هم كان الاول بيتصوروا ان دي شائعه تحتمل الصدق والكذب. ايقنوا ان دي مش شائعات، ان دي اهداف لدول وجماعات خبيثة الهدف منها هو زرع الفتنة لدى المصريين، هو تفتيت الوحدة الوطنية لدى المصريين. فبقوا يسمعوا الكلام ده في الأسابيع الأخيرة وهم مدركين أنه دي دول عدوة، دي قنوات عميلة، دي قنوات فيها فيروس الخيانة.
فاحتاطوا للامر. علينا ان احنا نحتضن ابنائنا ونحتضن اولادنا، ونشتغل احنا كمان طول الوقت على محاور متعدده. احنا بنشتغل على محور الاصلاح الاقتصادي، لكن كمان نشتغل في المقابل منه على برامج الحمايه للاسر الفقيره والاسر اللي في اشد احتياج، فنعمل نوع من البالانس. ما هو اعتقد ده هو عشان ده الوقت بقى، لما احنا بدانا يعني بشاير الاصلاح الاقتصادي ممكن نبدا نحس بيها خلال المرحله دي، علشان كده بدا يبقى في نغمه ان محاوله الايقاع بين الجيش والشعب، محاوله ان يبقى في تصدير مشهد الاحباط ده، لان مصر الحمد لله قبلت بلاء حسنا على مدار السنين اللي فاتت، وبدانا نجني هذه الثمار ونشعر بيها، نشعر بيها في ضبط الاسواق، في ضبط الاسعار، في حاجات كتيره جدا، في اسعار نزلت في اسعار نزلت، في منافذ الحكومه بتقدر ان هي تتغلب على ارتفاع الاسعار في بعض المناطق بمنافذ تابعه للقوات المسلحه وتابعه للشرطه المصريه، والرجال اعمال شرفاء بداوا ينزلوا الاسعار في العديد من السلع. فده اعتقد ان هو اللي بدا يعني، لا هو انتوا كمان هتستقروا وهتبداوا تتجنوا هذه الثمار. انا اتفق معاك في هذه النظره في الداخل، لكن في الخارج فكرة الغاز المتوسط وصفقة القرن وإيه هي الضغوط اللي ممكن تمارس على الدولة المصرية عشان تستجيب لبعض المطالب الدولية، ده ساعات احنا بننساه، احنا جوه مش شايفين الصورة اصلا. فعلينا ان احنا ندرك الصورة بالكامل، وان هناك رغبة شديدة لمشاركتنا في ثرواتنا يعني، والتدخل فيها، في رغبة شديدة في صفقة القرن اللي لا يمكن هيقبلها المصريين. فهي بتصحى وتنام تاني حسب قوتنا، كل ما تزداد قوتنا لا يستطيع احد ان هو يتدخل في شؤوننا الداخليه. احنا كمان المصريين طول الوقت بيسعوا للبناء، احنا بنعيد بناء الدوله بالكامل، بنعيد بناء الدوله المصريه. انت بتبني عاصمه جديده ربما يجني البعض مش شايف ثمارها في الوقت الراهن، ربما اول ما تبتدي تشتغل وتخف القاهره القديمه ونقدر نتحرك فيها بهدوء وينتظم فيها المرور تختلف الامور. احنا شايفين كمان الدوله بتكافح الفساد بشكل كبير، خلي بالك وانت بتكافح الفساد انت بتضربي مصالح كمان. صحيح، اسمح لي ان احنا نقف عند النقطه دي، لان مهم جدا فكره ملف الفساد وتضارب المصالح، لكن نسمع جانب من احتفالات الحشود اللي موجودة الآن في مدينة النصر والأجواء الاحتفالية هناك. انت الحضارة العظيمة قبل التاريخ والزمان، انت بلاد الجميلة حسن الأمان والسلام، انت الحضارة الأصيلة قبل التاريخ والزمان، ومهما كان انت مصر وكل خطوة بنص، ومهما كان انت مصر وكل خطوة بنص، نعيش ونموت مصر نحيا مصر، يا أغلى اسم في الوجود يا اسمي مخلوق، قوله بصوت عالي يا أغلى اسمي في الخلود يا مصر، يا اسمي مخلوق للخلود يا مصر، نعيش لمصر نموت لمصر، مصر مصر نحيا مصر، كلك شامة وكرامة يا راية فوق كل راية، انت الحبيب ارجعوا ورا سنة بس عن الحديد بس ماشي، ارجعوا ورا بس سنة، هم بس طالبين نرجع سنة بس، نرجع سنة ورا بس، نرجع سنة ورا يا حبيبي حبيبك سلامك ماشي، وانت لعدوك نجاة ومهما كان انت مصر. ناني مصر ليهم كل التحية والتقدير، زي ما أستاذ عصام قال الكل بيحارب في مجاله، وهو ده اللي بيجعل هناك استقرار وثبات أكثر للوطن، وتأكيد على سير مصر في خطاها. كنا وقفنا عند نقطة مهمة جدا وهي الفساد، دائما الفسدة منتفعين من أي انهيار، أغنياء الحرب زي ما بنقولوا، هم المنتفعين دايما، ومش هم مصلحتهم لا الاستقرار ولا فرق معهم الناس الغلابة بتاكل ازاي ولا أي حاجة، هم دايما بيدوروا على الثروات اللي بيجنوها والربح القريب. احنا شفنا الدولة يعني في السنوات الأخيرة ضربت بيد من حديد على مواضع الفساد في كل مؤسسات الدولة،
وشفنا الأول مرة أن إحنا عندنا استراتيجية لمكافحة الفساد في 2030 و2063 وشفنا الرقابة الإدارية كيف يعني حققت انتصارات ما كان يمكن الوصول إليها قبل كده، وضربت رؤوس فساد كبيرة من وزراء ومحافظين ونواب محافظين. لا يعني إنجاز يحسب للدولة المصرية. كل ده كمان بقى بيجعل الفاسدين والمؤيدين لهم والمستفيدين من وجودهم يكونوا في عداء مع فبتختلط الأوراق كلها. يعني كل واحد بيلاقيها فرصة إنه يخرج كراهيته للنظام أو كراهيته للدولة. بيصطدموا بإيه؟ بيصطدموا هذا الشعب البسيط اللي حضرتك كنت لسه بتذيع عنه، اللي هو خارج يدعو الدولة المصرية، وهو خارج في رحلة وهو مبسوط وهو بيغني وهو شاعر بالأمان. لو لم يكن الشعب شاعر بالأمان ما يخرجش في مثل هذه التظاهرات، ما تبقاش نغمة الغناء والفرحة بتسيطر عربياتهم في مسافات بعيده جدا. ايوه ويمشي لان هو عنده قناعه لم يطلب منه احد. يعني احنا شفنا ان الرئيس كان بيقول في كلمته انه ما طلبش من حد. اللي خارج يعبر عن تأييده وعن حبه. وانا اعتقد لو انه المناخ يسمح ولو انه الرئيس طلب كنت هتلاقي كل اغلبيه المصريين موجودين. لكن في ناس كمان حريصه على انها ما تديش فرصه لأعداء الوطن أن هم يستغلوا مثل هذه التظاهرات لارتكاب أعمال بشكل تاني. نروح يعني زي ما بنقول الأجواء الاحتفالية دي مكملة معانا في أكثر من منطقة. طب تعالوا نروح السويس ونشوف أهلنا في السويس إيه بالضبط الأجواء لديهم. بينضم إلينا من هناك زميلنا محمد الخطيب. محمد مرة تانية أهلا بيك وقول لي المشهد لديك الآن. نعم يعني المشهد الآن يعني مع انخفاض درجات الحرارة ويعني وخلاص يعني بدأنا اليوم يعني الوقت المغرب، فطبعا دلوقتي في العديد من المواطنين يمارسون يعني الممارسات العادية، النزول إلى الشارع وحركة البيع وشراء. الأجواء في محافظة السويس أجواء عادية جدا، أجواء طبيعية. كنا أجرينا العديد من اللقاءات والعديد من الحوارات مع المواطنين هنا في الشارع السويسي، والذين أكدوا على أن السويس يعني محافظة لها طبيعة خاصة وشهدت العديد والكثير من الإنجازات خلال الفترة الماضية. هذه الإنجازات سواء كان على المشروعات القومية تمثلت في هضبة الجلالة وبعض الكباري والمشروعات القومية الكبرى الخاصة هنا بالمحافظة، صرف الصحي ومحطات الكهرباء وتحليات المياه، وأيضا على المستوى المواطن البسيط من مشاريع الإسكان الاجتماعية، وأيضا العديد من المشاريع التنموية الموجودة في المحافظة. أيضا المواطنين هنا في محافظة السويس كان لهم يعني رأي مختلف ولديهم وعي كامل بما يجرى على الساحة الإعلامية الخاصة بالإعلام المعارض وما يقوم به من نشر بعض الأكاذيب والافتراءات والمعلومات المغلوطة عن أن هناك مظاهرات أو غير هذا الكلام. بالفعل كان غير صحيح، وهم أكدوا أن ما يعني أن محافظة السويس يعني بشعبها الباسل دائما يعني تدعم وتساند الرئيس عبد الفتاح السيسي وتساند الدولة وتدعو إلى الاستقرار والثبات والأمان وعدم الالتفات إلى أي محاولات التشويه أو زعزعة الاستقرار في محافظة السويس. يعني المشهد الآن مشهد طبيعي جدا. أنا موجود في حي الأربعين، يعني كما تري خلفي هذا هو المشهد، وهذه هي الصورة أمامك الآن، صورة طبيعية جدا. وهذه الصورة مكررة أيضا في بعض الميادين الأخرى كميدان الخضر وميدان حمزة والعديد من الميادين. محافظة السويس محافظة يعني تتسم بالهدوء وتتسم بالالتزام والدعم والثبات، وتدعو إلى الاستقرار وعدم الالتفات إلى أي محاولات للمنصات الإعلامية المختلفة التي من الحين إلى الآخر تحاول نشر الأكاذيب ونشر الافتراءات. هذا هو المشهد بشكل عام هنا في محافظة السويس. يعني أشير أيضا إلى نقطة أخيرة، أن كان هناك يعني مسيرات تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد صلاة الجمعة مباشرة. هذه المسيرات تواصلت في العديد من الشوارع والميادين تؤيد وتعازر وتؤكد على دعم الشارع السويسي للرئيس السيسي ولمسيرة الإنجازات التي تمت هنا في المحافظة. نعم يعني كان هذا هو المشهد في اللحظة التي أتحدث إليك إلى الآن. إذا كان لديك أي استفسارات حول الوضع في السويس إليك.
السويس مش عايزين مظاهرات، عايزين الدنيا تمشي بشكل مستقر، عايزين نروح شغلنا عادي، اولادنا يروحوا المدرسه الجامعه ونبدا حياتنا وننزل نشتري طلباتنا ونبدا حياتنا بشكل طبيعي. جزيل الشكر لزميلنا محمد الخطيب على متابعتك معانا من السويس تحديدا من حي الأربعين، شكرا جزيلا لك. واعود مره اخرى مشاهدينا الكرام لضيفي لمتابعة هذا المشهد، وبتوجه بالشكر طبعا للسيد عصام شيحة المحامي والمحلل السياسي على متابعتك معنا النهارده، شكرا جزيلا سيد عصام. ومكملين مع حضراتكم مشاهدينا الكرام هذه التغطية المباشرة والمتواصلة على شاشة النيل للأخبار، وعودة مرة أخرى إلى المشهد في مدينة نصر وهذه الأجواء الاحتفالية في التي تشهدها المنصة منطقة المنصة تحديدا لضحت هذه الدعوات للتظاهر اليوم. لقيني بقرب انا ما اتشرق واغرب، لو ببعد تلاقيني بقرب واملى كفوفي مني واشرب، حلوه الميه لو مصريه واملى كفوفي مني واشرب، حلوه الميه لو مصريه. بلدي يا بلدي بلدي يا بلدي 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 يا بلدي 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 يا بلدي يا بلدي. عايزين سقفة جبارة لمصر ام الدنيا، عايز سقفة كبيرة للقائد والزعيم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سقفة الجيش مصر العظيم، سقفة للشرطة المصرية، سقفة للقضاء المصري العادل. أنا عايز سقفة لإسكندرية ومطروح وإيدكو وأدفينا ورشيد والعريش والفيوم وطنطا ودمنهور وشبراخيط والغربية والدقهلية وبنها، وعايز سقفة للسويس والإسماعيلية، سقفة لمصر أم الدنيا، سقفة للقاهرة، سقف للجيزة، سقف لكل مصر ام الدنيا، سقف لمصر ام الدنيا، سقف لأهل الصعيد من أول الجيزة لحد حلايب وشلاتين، سقف كبيرة اللي بيحب مصر يقول إيه. أهم حاجة نحافظ على البلد، يسكت الخونة، يسكت الخونة، يسكت الإرهاب، يسكت الإرهاب، يسكت الخونة. تحيا مصر، تحيا مصر. كل سنة وانتم طيبين، وسعيد جدا ان انا شاركت النهاردة في اليوم الجميل ده، شكرا لكم، شكرا. بنشكر النجم طبعا محمود الليسي، وشفنا قد ايه مبسوط وفرحان هو موجود مع حضراتكم، وقد ايه وطنيته اللي الصراحه ما بيتاخرش في اي موقف عن البلد ان يكون موجود معانا. عندنا بس مروان ياسر موجود معانا هنا على المنصه، وعندنا محمود امام فاروق برضو موجود، ما تقلقوش عليهم. في فنان كبير كلكم بتحبوه محضر لكم رساله هنشوفها دلوقتي لحد ما يجي. انتوا جاهزين نشوف الرساله؟
احنا اللي علمنا الحياة ازاي تجاهي، احنا اللي علمنا العلوم للكون بحاله، احنا اللي درسنا الكتاب والمولى شاهد. شوف اللي بيحصل حوالينا واعرف مين احنا، احنا اللي محدش يكسرنا وضيع ملامحنا. لو فكرنا في حاجة بنقدر نعملها في ثانية، عدينا قناة في لحظة عبرنا وعملنا التانية. ده لا يقدر على الشعب المصري إلا اللي خلقنا، إحنا اللي بنينا وعمرنا يعني اللي بدأنا. إحنا الصليب، إحنا الهلال، وإحنا الحياة، جبروت وتحدي اسأل عنا وأعرف مبدأنا. Yeah.